أقلام لا تنسى. هذه القصيدة التي سنقرأها عليكم الليلة للشاعر الكبير الدكتور نور الدين صمود، ونلتقي دائما على الحب. إذا كنت أشعر أني أحبك جدا وأشتاق جدا لعينيك يا حلوتي، فماذا أقول؟ إذا كنت أشعر أني أحبك جدا وأشتاق جدا لعينيك يا حلوتي، فماذا أقول؟ فهل أكتفي بلذيذ الحنين؟ وهل أكتفي بالكلام الجميل؟ فحبي لعينيك فوق حدود الكلام، وفوق حروف الهجاء، وفوق حدود أغاني الغزل، وفوق اقتداري على نحت أحلى الكلام. فحبي لعينيك فوق حدود الكلام، وفوق حروف الهجاء، وفوق حدود أغاني الغزل، وفوق اقتداري على نحت أحلى الكلام. إذ كنت أشعر أن حديثك أشهى وأصفى من الجوهر إذا ما تلاشى على المرمر. كأعذب لحن على الناي ضاع، كأروع عطر من الزهر ضاع، فكيف أعبر عن روعة الحسن؟ كيف أقول؟ فهل أكتفي بلذيذ السماع؟ وهل أكتفي بالكلام الجميل؟ وإن كان أحلى وأصفى من الجوهر إذا ما تلاشى على المرمر. ويوم لقيتك كان لقائي لعينيك مثل لقاء المسافر للظل، مثل لقاء الأزهير للطل، مثل لقاء الفراشات للفل بعد ذهاب الربيع. وكنت أحس وأنت بجنبي وأنت أمامي وأنت بقربي وأنت معي بأنني تجاوزت حد السعادة، وإني أحبك جدا وأشتاق جدا لعينيك، لكن أحار وينتاب رأسي دوار، وأبحث عما يعبر عن لذيذ شعوري، ولكن يظل حنيني لعينيك يا حلوتي يعذب قلبي ويغرقني في قرار الألم. إذا كنت أشعر أني أحبك جدا وأشتاق جدا لعينيك يا حلوتي، فماذا أقول؟ فهل أكتفي بلذيذ الحنين؟ وهل أكتفي بالكلام الجميل؟ فحبي لعينيك فوق حدود الكلام، وفوق حروف الهجاء، وفوق حدود أغاني الغزل، وفوق اقتداري على نحت أحلى الكلام. إذا كنت أشعر أن حديثك أشهى وأصفى من الجوهر إذا ما تلاشى على المرمر. الإمضاء الدكتور نور الدين صمود.
أقلام لا تنسى. إعداد وتقديم الشاعرة سليمة صايري.